أزول أزول ولن نزول. مرحبا بكم أصدقائي نوم، صديقات أيثما سويثما داخل الريف، في الريف الكبير وكذلك جين أوروبا. آسف ثم آسف، تعتذر لكم أنه ذين روخ هجوم الصفحة نجيب زيتون من أجل إسقاط اللايف مرتين، دقال تحاول أدقال اللايف ديك نزل الاسقاط، ولكن في حالتي مرة ثالثة رخامة راه نزل الاسقاط غدرنا يد اللايف ادير سيشن بروغرام جديد من تغيمان انكم نجود لكم، الا انكم غتبارطاجيو اللايف ونيتي يجي نحل القضيه المهمه جدا في التاريخ، تاريخ ناري وكذلك في حياه الحراك الشعبي. البدايه من اللايف ديج المناقشه كالخيمه نغيوقع كي باريس. قبل ما دافا النقشه الخيمه من باريس نحاول غتصوض اورينو ايت ما ينوت فين شي ضعرف، وللاسف المزيغ اللي نيجو تفهم شي مليح المزيغ لاسباب سند من تعنا ان النظام المخزني هجرنا من الريف وقام بتعريبنا، يهجرنا تقارب قصرا، يجينا الشجوع قد مواطني قاحلة باش انكسي اكبضنا عناح انعاق، ومن عاق نصبح نطو الهوينا نطو اللغنا نطو الثقافنا نطو عارفنا، ولكن ما يزرع في القلب وما يخلق في القلب لا يموت، اننا نحب الريف ولو وضعتمونا في القمر. اللايف هو لايف تاريخي صراحة نهارا، إيش اللايف؟ لايف تاريخي، طلبتكم أتبارتاجيو حتى باش أطو ذبرتا يكون المهتمين في الحراك. تمني أتبارتاجيو وبكثافة تبارتاجيو بزاف باش أطو ذبرتا إلى كل المهتمين. صراحة نهارا ديج المفاجأة طبقرا، إجو مثنا إسلق زد إجر البومبات، إنك الحسن الثاني هو من أسس فرقة المؤامرة على الريف، من الريفيين يأسس زقيرفيين باش أذبثن إريفيين. غانا قلق نهارا إجو مجموعة النقاط، غانا إجو فقرا الأسئلة النشطاء الحراك الشعبي في أوروبا وفي الداخل، غادي نطرح لعل وعسى الأسئلة أضوضن إلى المهتمين باش أجاوب نفسي لاحقا. غانا إجن فقرة مهمة نقي تتقي اللايف، نجو بدكرنا إيقد اللايف يجيني أقوع شي أخلاص قي الصفحة ينص صديق ونيثي أتزاروخ موسقا باش أغاس العقبهم اللايف ينس أجيب ذم الفقره يا اجل الفقره مهمه بزاف. سفيان اليعقوبي، سفيان اليعقوبي يقد اللايف، اجل اللايف تاريخي يشرح قصص المؤامره في الحراك الشعبي شي من طريقه دقيقه جدا، والمؤامره ضمقران من تعنا المافيات حتى وصولا الى اللجنة التنظيمية للخيمة ان باريس. ومن قمة تباع اللايف سفيان اليعقوبي تبين لي المنظمون لخيمة باريس ذي بوعدي كوحن، ذي بوعد مجرد ذي بوعدي كوحن سقنوني نظرو. ومزرغ الحقيقة من تعنى المافيا ثم قرانا المدبرين لإقبار الحراك الشعبي، ماشي إقبار حراك شعبي وإنما إقبار تاريخ ناري برمته. من تعنان ينا ذي ريفيين زقنا يقتلون الريفيون من أجل الحفاظ على مصالحهم، نقل إريفيين باش تحفظن في المصالح نصن، مارو نغين شي إريفيين المصالح نصن راح عندك النظام المخزني. من هي أكسل ذي نقطة سنقطة حتى ضوضة النقط المتبقية، فقط الأسئلة
ذوقيضون الباري أقيضون باري أيثما يجو قيضون ضام زيان هو تحقيق الحلم يفريد أيت الحسن فقط هذه الساقيضون نجمع عنك اليساريين ذو البامين ذو الناج بجانب خيمة البوليزاريو باش السيدة عشعوشة أتيني المخزن أنني حقق الأهاب هو سد غاقيضون من اليسار المغربي بجوار أقيضون البوليزاريو. عشعوشة انتهمت كثير الناس انتهت العقل المدبر للحراك الشعبي في أوروبا. جمال كتابين انتهمت كثير الناس هو العقل المدبر للحراك الشعبي في أوروبا. وسعيد العمراني والحقوني واللائحة طويلة. ولكن ومن نعزو نعزو جي المشكل من هم العقلاء المدبرون لإقبار وقتل إرادة الحراك الشعبي في أوروبا نوفيثان مافيات ضيق مقامين بزاف غاصن المشاريع غاصن المصالح الدولة المتبادلة نوفا ينا نتهم شي روخا كي الساحة نثني متهمين خدمنا كي تسال ولكن ينا تغيمان امو ياكم نير لي بوعان ذيك وحن بزاف نقرصن الى خمجي نتاس نلقى سعيد العمراني يخدم اك الفتيت سعيد العمراني يخدم اك موسقن البامي القزم العمري نوفا يوذانا وتخيل وتطفنشي الدعم المادي زي وذانا زي المؤسسات بشكل مباشر نوفا اثنين خدم من ايجنت جهه نظام يتاسس الدعم المادي من جهه من جهات اخرى اثنين تنفذ المخططات من جهه اخرى روخ انا ذا في التفاصيل شريطه انكم تبارطاجيو الفيديو باش ديال الكورشي مرا وفهم من الاصدقاء اللي ندي تبعنا اللغه العربيه هاد السيور شويه نضعرب هاد السيور شويه المزيغ باش نصيوب التبرات لان جد برات مهمه بزاف بدايه المخطط المخزني للضرب الريفيين بالريفيين ايش المخطط المخزن هذا هو ريفيا سيريفيا متى سنه 1974 عفوا سنه 1994 تلقى الحسن الثاني اتصال هاتفي زق المخابرات الفرنسية الحسن الثاني تلقى مكالمة هاتفي زق المخابرات الفرنسية القناص بأن رجال أعمال في أوروبا ذريفيان تشكل إجرم خطورة راحا جين غسن علاقة مباشرة أج مسمى المرحوم فيديل كاسترو زعيم كوبا المخابرات الفرنسية تخبر الحسن الثاني وتقول بأن اليساريين مناضلون من اليسار لهم اتصالات مباشرة مع فيديل كاسترو وفيديل كاسترو له علاقة تجارية ومصلحتية مع النظام البوليزاريو فلهذا يحذرون فلهذا الفرنسيس يحذرون المغرب من هؤلاء رجال الأعمال الذين ينمون رجال أعمال ذريفيين طمغوا اثنين خدمون مجموعة الشركات مجموعة المعامل غاصن كذلك تنمي التجارة منذ 1960 منذ نزول قدومهم بأوروبا تجارة مخدرات تسنيت الجميع تمني السي العماري هذه فوارج قيل لايف من بوزيتون باش هذه قا شويه نرمرح اك الزعتر يوذنا تسلم الجميع قي الشمال المغرب تسلم الجميع من هو نور الدين متمسمان تسلم الجميع من هو اليخلوفي تسلم الجميع من هو احمد الديب هؤلاء كانوا يزورون كوبا ينطح كوبا فيديل كاسترو إريفين ديت عن بوزيتو قيل لايف صنم المناضلين أخوم دينير ومن السوار نقع بأن النهج الديمقراطي في أوروبا ديني ترينج المنتدى ديني ترينج البام تشتغل جماعيا خدما مارا زعيمهم هو زعيمه هو إلياس عماري إلى طحن
يساريين ناش ديمقراطي من اوروبا الى فيديل كاسترو اخوم دينيريج اخر مشاركته قبل ان يرحل هذه على هذه الحياه الدنيا جمال افتيح بهولندا. الدراري من هولندا تبع النايت سنن من يتعنا جمال افتيح اليساري عن النهج الديمقراطي الى اطراح حتى فيديل كاسترو يطاح حتى الى فلسطين يطاح الى جميع الدول اللي غس تعيش على ايقاع الثورات. سنن من يتعنا جمال افتيح هذا الرجل هو رجل يساري قوح. هذا رجل يساري قوح لم يستفيد من الإنصاف والمصالحة مع المجموعة الطلبة الانتهازيين الذين درسوا في جامعة وجدة 1976 إلى حدود 85 ذينا نخدم حاليا أقل بام خدما أقل نهج ديمقراطي خدما أقل منتدى أقاكم دازا 6 نقطة أقل نقطة أقل ذنا من تعنان أقوم شرحة ما معنى النهج الديمقراطي ما اليسار ما البام ما رجال أعمال ندقنج المؤامرة ضمغاء الحيرك من تعنان عاد إتغوض الأشخاص اللي نسمي في النشني اللجنة التنظيمية المكلفة بخيمة باريس هم الحقوني سعيد العمراني عشعوشة أكريم إضافة جمال الخطابي الذي ورث الذل والانتهازية والاسترزاق من جده. نيغاكم جي 94 حسن التالي تلقى اتصال مخابرات فرنسية تخبره وتحذره أزقي رجال أعمالنا جي أوروبا. حسن التالي يقرر أديو رجال أعمالنا أغاس السيثيث دا المغرب يوشسن الأرضية يعزمسن ذورة ميغا 26 سن حتى أصبحوا يصدرون المخدرات برخصة النظام المغربي إلى دول العالم والنظام المغربي شريك في هذه الجرائم. المافيا يا هاد رجال الأعمال أطمضوا عن شيء ونسين شينيش ونسين شيشك ونسين شيشم هنا إجم مجموعة إجم الرزمة مافيا خطيرة خدما النظام المغربي قاصل المصالح مشتركة. هنا قاصل مخابرات نصن خم مخابرات نصن هنا دي تفورجان جيبو زيتون روخ تسجل نقطة بنقطة كلمة بكلمة باش أسنتوين. هنا المهم نصن هو مهمة تكليفية زق النظام المخزني باش ونتعتقل باش ونسير شهر حبس هو أدخذ من خليتني رجال أعمال غاسن دين عاشين صغين الكرشي ولكن غاسن إيج المهمة خدم زقس مين تعنا المهمة سن هو أدخذ من دور الإطفاء سن مزيق على سوني تخصايا نطو يتسخصي اللي بسيت شعر أتي تسخصي والمقال الإطفائي دورهم دور الإطفائي سيشتغلون في 3 أشتغلن إطفاء النار في مناطق صحراوية والاشتغال إطفاء النار في أوروبا والاشتغال إطفاء النار في الريف. دينا المهمة رجال أعمال نهين إجن تحالف النظام المخزني من أجل الحفاظ على المصالح الإنسان روح أدسة التفاصيل سنقطة أتفهمم الأخطبوط نيوثفن حتى يفض الحراك ولك يبلع جميع الحركات يبلع دي الشيثان الحراك يقيمس قرميجة وقما سهوة لأن إرادة الله في قلوب الشعب المقهور الريفي. هؤلاء الأشخاص ولا هؤلاء الرجال أعمال كان يزورون كوبا مرارا وتكرارا حتى صدرت في حقهم مذكرة اعتقاز في فرنسا. فرنسا ذو شاس المغرب إجن الصورة جماعية ناس هافيد الكاسترو أك رجال أعمال إريفيين فحذاري منهم. أمودك أتعاون بشو تعاون شي ووار المغرب استقبلي ثند يشس المهمة نسن أضياء الدور الإطفائي يعجباس الدورة قل المغرب أذ قل المشاريع نسن حتى إلى أي وصولا إلى تصدير
المواد نسن السامة إلى أوروبا بالترخيص من النظام المغربي ليستفيد معنا. وصولا إلى النظام محمد السادس تولى المهمة فؤاد علي الهمة. فؤاد علي الهمة يكمر كل مهمة ثانية. إج المهمة أول مبادرة يجيد فؤاد علي الهمة هو ما يسمى تأسيس حزب البام. ذا أدياس أذكم شرح التفصيل ما معنى النهج الديمقراطي، ما معنى اليسار، ما معنى البام، وما ما معنى وما قيمة المنتدى الشمالي لحقوق الإنسان. أتفهم شي يذف قيشي. ومن بعد أكون طمضها عشعوشة طام زيان يجبوع ذاك وحسقنون وشاف. اليسار عفوا البام ندى إج يجبوع يفضل صغير رحم اليسار. البام ذا اليسار، البام ذا النهج الديمقراطي. إذن وغانا ميغانوضح لأن كلشي اليسار باعو شرف انسان إير مخزن حتى السيفيثن كيماكينا ما يسمى الإنصاف والمصالحة يجسن بين عشرين هاد الشم باش أتصغضن وتقنشي الصداع أذربثن الطعن ومكسى إلياس العماري. روح أقن تقاربت سلم أمو روح تقاربت اللوبي نتسيار الخيمة ان باريس. أتفهم اللوبي نتسيار الخيمة ان باريس ماشي جمال خطابي ولا سعيد العمراني أو الحقوني أو عشعوشة أو أكريم إلى آخره. من يخطط ويدبر لخيمة باريس؟ هذا هو السؤال. ويتخطط إلى خيمة باريس ينا إج مجموعة يوذان الصفغطن المخزن إلى دحن بأن اثنين مناضلين في جامعة وجدة منذ نشأتها 1976 إلى 79 الجميع يتسن من يتعنى سعيد الفارسي، الجميع يتسن من يتعنى علي الطبشي، وجميع يتسن جمال الخطابي، وجميع يتسن من هو مصطفى الريفي وعلي الطبشي وسعيد الفارسي عفوا. هؤلاء الثلاثي هم المخططون لخيمة باريس. أما ما يسمى بعشعوشة وصديقتها ين إلا عملاء صغار ينفذون خطة هؤلاء الزعماء. سعيد الفارسي يتسنيت الجميع يريد داعي أنه مناضل في جامعة وجدة في أواخر السبعينات. سعيد العمراني يتسنيت الجميع هو منسق المنتدى الشمالي لحقوق الإنسان. إقراركم أنه نتا بريء من منتدى نتا يقدم استقالات، ولكن سعيد العمراني يساري وعضو عضو منتدى الشمال لحقوق الإنسان. علي الطبشي تسنيت الجميع المنسق العام للمنتدى، وجمال خطابي عضو المنتدى. فريد أيت الحسن ني صنع نقص جي موسقان جي الفيسبوك إجن البطل صنع نقص إجن البطل أسطوري جي الفيسبوك فريد أيت الحسن. في آخر مطاف ومن قال بحثنا نقال تنقبنا تدقيقنا المعلومات والتعاون يوكذان غاسن الغيرة كاريف يفقد جمنا ذاك وحنا مزيان وغاش طاشين الضوء يخدم إلا ذا مسراح ركسيبثين طاح نقي الخارجات سمث من تعنين وتنشيت السيورة خسن. فريد أيت الحسن يصدر دغس 2014 منتدى الشمالي حقوق الإنسان
صدرت إجل البيان أنه يتبرأ من فريد أيت الحسن ويجمد عضويته لأسباب متعددة، أنه قام باختراق القانون الأساسي والقانون الداخلي واستغلال الإطار لأهداف شخصية إلى آخره. من هي اللعبة؟ لا أساس له من الصحة. فريد أيت الحسن مازال عضوا في منتدى الشمال لحقوق الإنسان. سعيد العمراني الذي يتبرأ ويقول لا تجمعه أي صلة بمنتدى الشمال لحقوق الإنسان، ومازال عضوا نشيطا داخل منتدى كل الذين الذي، ومحمد الأحمدي كذلك عضو لجنة بروكسل. هؤلاء يتبرؤون من المنتدى وهم أصلا أعضاء المنتدى، وهم يشتغلون مع اليسار ويشتغلون في المنتدى، ويتحكم فيهم رجل قصير جدا اسمه القزم إلياس العمري. هل الحقيقة هذه يجب أن تعرفونا، هذه هي الحقيقة. ليست هناك أي استقالة لفريد أيت الحسن من المنتدى، بما أن عشعوشة تخدم عشعوشة تخدم المخابرات، تخدم المخابرات رجال أعمال ينامك السيوراغي جيني ينا دي السقوران إمكسانا دي مزيانان. عشعوشة تخدم المصلحة إيوذانا، لأن كل رجال أعمال غاصن إيوذان سن المخابرات، لأن إيوذانا مافيا يضم قران الزارع نتف مسؤولة أمام المخزن. المخزن لا يحاسب عشعوشة، المخزن لا يحاسب فلان وعلان، المخزن يحاسب هذه المافيا الكبيرة التي كلفها أن تقوم بإطفاء الحراك الشعبي بأوروبا. لأن المافيا ضم قران تقول أن المخزن أسي جمد الأموال ينس والمشاريع ينس قل مغري، فلهذا تقوم تصرف ملايير من أجل إطفاء الحراك الشعبي في أوروبا. ولكن الحراك الشعبي شغل تفيد الإرادة الشعبية، إرادة الله في قلوب الشعب، إرادة الله في قلوب الشعب، وش غايت في واد المافيا وزمات الصحصين. فلهذا نغن أستسمح من روسيا غشي المزيغ تمليح بقدر مستطع من سنغي المزيغ سيولا تغيس النغن، لأن إرادة الشعب في قلوب الريفيين لا يستطيع أحد إطفاء الانتفاضة المباركة الحراك الشعبي. كما قلت نراكم إج مجموعة أشخاص مسيطرين في الليجان في أوروبا. طيان إج الدور للمخابرات تجميع المعلومات، حل من خدم روخ تفرج دقينا جيبو زيتون، تسجل نقطة بنقطة كلمة بكلمة. ينا إذا انتشر إج المعلومة في الفيسبوك سوار قال بأن فلان عشعوشة توزع آلات الحاسوب، توزع الكمبيوتر تشهد المناظرين. من هي صحيح؟ لأن يتوزع الأموال، يتوزع الكتب، يتوزع الكمبيوترات باش أذغن المهمة تجميع المعلومات على النشطاء المتواجدين الميدانيين، وكذلك منهم ينخدمن قيل فيسبوك. عشعوشة تحقق الحلم، عشعوشة يتحقق الحلم التاريخي. هو أتو أذوث أقضون بجانب أقضون البوليزاريو جي المجمع الخيمات جي باريس. عشعوشة هناك بزاف اودان السوار بان خيمه باريس هي اجن خيمه غاصل الاهداف في ناس ديال الاجتماع من اجل تجميع الريفيين ومن اجل توحد الريفيين ذي نجم مجموعه ضمنهم. انا شخصيا اقول بان هناك يريدون اقبار الحراك الشعبي، إجن تسرافك صغير إقبار الحراك الشعبي. ولكن اليوم بعد اليوم تبين الحقيقة ضفغض الخيمة باريس غس أهداف مختلفة، لأن إجل هدفي نص أرصاص الخيمة من اليسار بجانب الخيمة البوليزاريو نومي الشيف. إزنوزة الحراك الشعبي، إزنوزة إرادة الأحزاب، إزنوزة كورشي من أجل أذبيين المخزن أن إوثاء أقضون نلطام بجانب أقضون البوليزاريو. إوذان خدما على البعد نشني عان تفكى نتحلل قلي جان نتحلل موسكينيتين وسكينيتين. ولكن الحقيقة اللي هي حقيقة مرة هي أن الحراك يسرق من أعيننا. الحراك تخاف
زقيدي طويلنا. السؤال يخنيو، السؤال يخنين، واش أنسمح يوذانا نسجن ميزدوسين وسنزقر راحي من المافيات المخدرات العالمية وسنزقر راحي من المخزن عبر توصية المخزن أسن نسمح أسن نوش الحراك أتصخصين سلألات نسن. التاريخ بيننا لأن الخيمة باريس أسن إجنجتماع إجنجتماع قضون أتسورا على أساس أذ وحد إريفيين جيج الإطار جيج القالب هو الدفاع عن إفراج المعتقلين والدفاع عن الملف الحقوقي. أريف ليس ملف حقوقي، أريف ليس إفراج المعتقلين، أريف أموات ثم أموات ثم أموات. أريف موت خس إوذان الآن ملايين إوذان تمتان وعاد تمتان وآخر شهيد عماد العتابي. هل نسمح لهذا التاريخ أن يركب عليه خدام المخزن؟ هل نسمح له أن يمر في غيمة باريس؟ نيش سورة أجي وذان نيجي شي قل لي جان سورة أقل أحرار سورة أقل حرائر واش كنو أتسمحم قاع من يخدم المخزن أم غربي جي إريفيا جي 52 59 جي حرب عبد الكريم الخطابي الحرب الكيماوي جي 84 جي 2011 حرق 5 جثث مرورا كريم الأشقر كمال حساني ريفينيوكس وصولا محسن فكري وصولا الى عماد العتابي. واش انسمح كل جرائم المخزنيه اكسي عذر المخزن اكسي عذر المافيا تنصند ين استفادن زقيل ما استفادن زقيل المافيا الكبيره المدبره للمؤامره القران غاس الاستفاده غاس ينا اذا الاستفاده لان غاس المشاريع عن طنجه وتطوان والرباط ومراكش ونظر الحسيمه. هل انسمح يودانا هل أخوم يسمح ورنكم خنيو ينين دتفاروج غي أكيد كل عائلة كوم يموت سن الفرد سمارة السرطان كوم العائلات موثن فقرا كوم إقناء قل جميع موثن سن المعاناة الحقيقية ذي وني موثن ويقول شاس بيطار واش نشني أنسمح روخ إي هؤلاء إيريفيين ذاني زنوزان زنوزان الإرادة لنا أسنسمح أذغن من خصن أن باش القبر الحراك الشعبي الحراك الشعبي اقتكفوس لكم نهارا انكنو مسؤولين كس مرات سمح من الاشخاص الاعذان كعروانكم اضمغن الحراك الشعبي لا تقبل منكم شكاية بعد شكايتكم غير مقبولة. نهارا اقول لكم بان الخيمة باريس يجن تحدين امغاء انغضرم اقضونا اسنكسم امسميان اثيد نستهوام المواط بما ان هناك اشخاص غاسن اهداف مختلفة اهداف عديدة ولكن نشني توجه سهامنا الى الاشخاص المنظمين نقام توحيد ريفيا ذينا اغنوث ذينا سنيت نشني ميزدوسين وسنتقر راحي من المخزن فلهذا لن يمروا على الحراك الشعبي. جميعكم تسلم من هو مصطفى الريفي الريفي مصطفى الريفي ظلمت في فيسبوك إجن سافر للفاتيكان ظلمت في فيسبوك سوش جدا شمنا يتسجامك الفاتيكان ونيثي هو العقل المدبر لمؤامرات باريس إقبار الحراك الشعبي ونيثي معروف مصطفى الريفي بامي عقل مدبر لجميع المؤامرات والأنشطة اللي توقع عن ذاك أوروبا تسنب بلا ماذا يدفع قيد التفاصيل إرنتا إجل المناضل ينمك السوار القاعين إرقع أنهم دعان أنهم مناضلين لجامعة وجداء سقي 1976 إلى 84 ينظر المناضلين زعما قي منذ تشي جامعة الوطنية قي وجداء ين السنين دوي المخزن روح يتعتمد سن جي أوروبا باش أذيان إجن الدور للإطفائي الشخصيين ذمسي من الإرادة الشعبية إرادة الشعبية لتنظر من أجل الحجرة من أجل المعاناة نعانا نيريفيا من أجل التاريخ المنسي التاريخ المنسي ونتيج موضوع إمغا مروض فاس وزماء أطفال ولكن الجمع قل خيمة باريس والتفاشين هارس قل خيمة باريس تتسهل مع الخيمة باريس قل لايف ونيثي لأن خيمة باريس خيمة مخزنية خيمة بامية خيمة النهج الديمقراطي خيمة المنتدى خيمة الخوانة وخيمة المخابرات وذا سنسمح شيء أذع ذين النفضح لأن إرادة الشعب فوق إرادة الجميع.
أمولكم من مصطفى الريفي وساعد الفارسي، تسلم كذلك ساعد الفارسي. من يتعنى ساعد الفارسي نتائج إجن طالب جامعي في أواخر السبعينات بجامعة وجدة، متجوج من واحد فاعلة جمعوية، انتط رئيسة إجن جمعية نسائية اسمها الزهرة قبيع، هي بامية حتى النخاع. و هذه الجمعيه استفاد زكي المجلس الجهاني الرئيسي الياس العمري، استفاد زكي البام، خدم انشطه البام، عكاز ينصح ديال البام. سعيد الفارسي نتائج نفاذ المخطط والمؤامره الكبرى في هذه الخيمه ان باريس نمسريتها. كذلك انا نعذى زكي سعيد الفارسي، نعذى زكي مصطفى الريفي، انفق الحقوني. شكون هو عبد المجيد الحقوني؟ عبد المجيد الحقوني اجن طالب كسول حشوم خجول، لا يعرف حتى كيف ان يتكلم. امضاد مؤخرا قلايفات على المسمى اكريم ادع قبل قلايفا، لان غي اسئله الجماهير اكدغت تفكير توجه دي محمد اكريم انه واحد انسان متهم ازوجة الأسئلة الجماهير، ولكن أذقي مروخ جي خيمة باريس، أذقي مع عبد المجيد الحقوني خلين تائر الطالب جامعي جي أواخر السبعينات. هنا إجن الرزمة المناضلين زعما أحرار زعما جي أواخر السبعينات وبداية الثمانينات جامعة وجدة، وللأسف ينا ذي رفيين ينا ذي الخوانة ذينا مزي الشاثر مخزن إرفيين سيرفيين استعمالي ثم بومبيروس، استعمالي ثم آليات الإطفاء، أضطفين جميع انتفاضات جميع الحركات الشعبية، نديخ تقن زقي تاسد زقي الهامش تنظرا طلبا تقرعا المخزن مطالبين إلا بحقوقهم البسيطة. هؤلاء يمثلون اليوم النخبة المزورة، النخبة الانتهازية الاستغلالية، نخدم المصلحة ينص فقط، وتفكى لا قاريف وتفكى لا أنشطة النشطاء، وتفكى لا بالتكوين الإنسان الريفي ولا غير، تفكى أهدافي الشخصية فقط. سعيد العمراني أدس أخوميني، الحقيقة أن سعيد العمراني من هو سعيد العمراني؟ ما أنشطته؟ ما أهدافه الإعلامية؟ وما علاقته بالأحزاب؟ وما علاقته بالبام واليسار وعلاقته بالمخزن؟ وما علاقته باللجان زنزل حسمة 2004؟ وما علاقته بالدعم المخصص من طرف بلجيكا سنة 1903 موجه إلى جمعية المجتمع المدني إلى الريف؟ هذه الأسئلة سنناقشها الآن. بداية أن سعيد العمراني متورط في زلزال الحسيمة، متورط في سرقة عديد من الأكياس الإسمنت التي ظهرت السنة الماضية في إحدى الجراجات بمناطق تماسيند. سعيد العمراني غاس إيج أفوس يوسخ خلينتا غاس إيجن علاقة جي الزلزال من الحسيمة. زلزال الحسيمة يتلقى إجن دعم دولي، هو عبارة عن شقين، الشق الأول هو إعمار الريف، الشق الثاني هي إطلاق التنمية المستدامة في منطقة الريف. يعني التنمية هو خلق مشاريع البنية التحتية إلى آخره، له علاقة مباشرة مع إلياس العماري ومع باقي الباميين بلا ما نفق التفاصيل السنم، لان اكون دليل بسيط. دائره يشاس الحموتي البرلماني رجل اعمال في الحسيمه المكلف ببناء وحدات سكنيه ديال الحسيمه، يشاس من الدات ديال الحسيمه، بعد ذلك تعرض للهجوم شج العائله ديالنا اكسس الداتنا يشاس اللي قص التعويض ديال الدات نظام سعيد عمراني مريض فورشتكي يسلمك السواره. كذلك إرادين إجن الدعم زقل جمع زقل الاتحاد الأوروبي وخاصة بلجيكا موجه إلى الجمعيات المجتمع المدني غاريف مرض زريب إجن منشور إجن درتش هو إعدام ذني
ذني اجل المنشور نجل جريده السواد اشخاص نشطاء في اوروبا نصبوا على مليارات كانت موجهه الى جمعيات في منطقه دمسند، وهذا الشخص واحد من اولئك النصابين. امون يكون من الى عضو لجنه انقاذ الريف 2004، عضو لجنه انقاذ الريف، يعني غاص القائمه غاص الجدول لعدد المليارات التي دخلت الى الريف واقتسمها عمار العماري والهمه والحموتي وشركاء اخرين. سعيد العمراني الذي كان يطالب البارحة بالحكم الذاتي بالريف واليوم أصبح ينادي الحراك المغاربي، ما بغى ويتشهدين حتى الحراك الريفي الشعبي، يقركم الحراك هو حراك مغربي وله علاقة وطيدة مع المسمى علي الطبشي. من يأتسنا ويتحلش شاشي أذيت فوق التفاصيل ديني الأشخاص تفرج ضد اللايف قام أبو زيتون من ينسني ثذو متينو غانا خص كورشي ما دينش الجديد. الجديد عاد قناة ذني ثاي هو ذاك ميني الرؤوس المدبرة لإقبار الحراك أوروبا هم سعيد الفارسي مصطفى الريفي علي الطبشي دينا لتنظمن المقبرة الجماعية إريفيا ذا سنتين جي باري إي ابتداء 14 15 16 واللي تشل ادي ساهم اضي حظي قبر ايثمس ايرفين اضي راح اباريز اضي سوء الويسكي اضي شضاح اضي غنج. اذا سلم من تعنا الرزمه من المخابرات السريه التي تحاكي وتقرر وتنفذ المؤامره الكبرى على الحراك الشعبي باش اطمع اجل الاراده الشعبيه في اوروبا لان تشكل اجل الخطوره كنظام المخزني. المجموعه يا اوغدان كلما يخلقد شن الحراك يتشكل يتزعزع الدوله المغربيه تثن طيان الدور الإطفائيين، دور الإطفائيين. سلم ماذا أقصد بالإطفائي؟ لأن نثنين استوعب المصطلح هذا، نثنين يسنن ما يقصده بوزيتون. أما بالنسبة للأشخاص ندفنا مثل عشعوشة، يعني دور التنسيق الميداني، دور جمع المعلومات. جمع المعلومات على الأشخاص وتشنثنت النظام.